حضرتك هو دخل معايا جوه وقال لي انت هات البطاقه وتعالى عشان تتغدى. وريته قال لي انت ما انا مش تبع هنا، تبع مركز الشباب مصر. انا طالعه نادى عليا. مين اللي نادى عليك؟ هو الواد اللي معاهم. طبعا عمرو زيدان. عمر زيدان حاجه زي كده. عمر زيدان وقام مديني كارت وقال لي خدي رقم عمر زيد. الواد ده الحصان، تبع الحصان، معرفش بقى. وقال لي خدي امتحن ده. وانتوا عملتوا ايه معاهم؟ لا طبعا ما سكتناش. ما لما احنا نسكت احنا نعيد تاني حزب وطني؟ نرجع نعيدها كوسه تاني؟ حزب وطني؟ احنا مش عايزين حزب وطني. وقال لكم ايه بقى تاني؟ اتهمكم بايه؟ اتهمنا ان احنا الشرطه ما عملتش حاجه ولا حد عمل حاجه. الشرطه جت وقفت، لا وقفت معانا. انا عن نفسي قلت لهم الشيخ وانا مكانك. الشرطه وقفت معانا وقوموهم من مكانهم. يعني هم دلوقتي قالوا انت 10 مره ترجع. وبعدين قال لكم ايه تاني؟ ولا قال لنا، قال لك ما اقدرش امشيهم، انا 10 مره بمشي وبيرجعوا تاني. هو كل ما نمشيهم يرجعوا تاني.